قدر الله ما شاء. فالمهم في اللي في اللي جاي يعني، مش اللي راح خلاص يعني. ربنا المستعان. طب اللي جاي هنعمل ايه؟ يعني هل الامور مستمره نفس الطريقه يا دكتور؟ احنا مستمرين نفس الطريق. ما هو الطريق ده انا شايفه يعني، اسمح لي انا يعني، حكايه واقفه في الشارع 10 او 20 او 30 دي غير مجديه. انا شايف ان احنا مع مصر ده، انا شايف مع الوقت طبعا هو لما هيفرض قبضته، ويعني انا اعتقد ان هو حتى اللي بيسمح بيه هو اللي سامح بيه، لان هو يا دكتور احمد، يا دكتور احمد انا كنت ضابط ستيشن وعارف يعني ايه تقعد تلبس البدله وتقعد في الشارع 7 شهور. يعني دي معناها ايه؟ كنا نقعد ساعات من 7 شهور. دي عمليه قاسيه جدا 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 على الضابط وعلى العسكريين وعلى الصفوف اللي تحت دي. لن يستمر، لن يستمر. ما بيقدروش. حضرتك متخيل المؤاخذه بس الواحد بيكون زين وعايز يخش الحمام يعني زي حاجه دي ما يقدرش.